طبعا هذا تشوفه التصوير اللي صورته طبعا ضرب الطائرة هذا ضربت المرة الأولى صاروخ التالي بعد الحوش هذا اللي وراك هذا فاضي طبعا الحوش هذا فاضي ليه 8 سنوات فاضي ما فيش حتى من شغلة ولا فيه آليات ولا في شيء ولا في برنامج ولا في حتى عسكري ولا صنط حتى العسكري أصلا أساسا فما وبعد التالي لما ضرب التالي صاروخ التالي زاد صاروخين تانيات على الحوش هذا طبعا هذا محنية سكان هذا حوشي هذا بيتي وهذا سيارتي وما هو الدمار يعني واضح قدامكم يعني ما فيش يعني أي مظاهر لا مخازن سلاح لا سيارات ومش عارف يعني كيف الدقة في اللي يحكوا عليها والبرنامج اللي يحكوا عليه ما نيش عارف يعني كيف الصراحة الحق يعني كان يعني الاستهداف وفي الناس المدنية هذيك حاجة تانية الحق عائلتي يعني في البيت أنا طبعا صاحب زوز بنيات يعني تقريبا من الرحشة يعني تقريبا صداية المرش جروح بنوية الزوز لأن طبعا أنت شفت الحوش الداخل وشفت المرش والدنيا كلها للداخل البيت كلها تحطمت عرفت فأتار المرش يعني كله جروح يعني ما هيش يعني حاجات يعني الحمد لله ربك أبصرنا نديره في الخير لقينا إن شاء الله كسرة في عيونهم يا رب العالمين يا رب العالمين عرفت كيف اليوم الفضيلة في المغرب المبارك عرفت وإن شاء الله خير عند ربي لكن حق رب العالمين مهما كانت الصيف ومهما كانت